أعزائي المشغلين معنا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أيام الرعب. اليوم راح نلعب مع بعض لعبة جديدة اسمها ريوت أوف ويلي. هذه اللعبة يا جماعة الخير يقولون أنها تشبه جارتن أوف بانبان، لكن ما أدري إيش موجود فيها. بدون ما أطول عليكم يا جماعة الخير، لا تنسوا مداءكم الأسطوري وخلونا نشوف عمنا ويلي إيش يبغى على طول. طيب دخلنا هذه غرفة حقنا. أها. طيب بسم الله. اوكي شكل اللعبة جميل يا جماعة الخير. كاني اسمع صوت قاعد يدق. ما في واحد هنا في النافذة. كاني اسمع صوت قاعد يدق الباب. اوه في جرد هنا. طيب. السلام عليكم. ها؟ مين معاي؟ ولا هذا مين؟ هذا ابن جنب اسمي. لا 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 لا. لا 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 هو رايح وين؟ ها؟ اوه شيت هو في النار. السلام عليكم. الحمد لله انه ما دخل. طيب ايش المهمة هنا في اللعبة هذه؟ الباب هذا مغلق. جي اوكي في كتب. يقطع ام الهالة. ايش قاعد يصير؟ لا تقول لي راح يدخل علينا. هذا كسر الباب من جد. في رقم هنا على وجهه. في رقم. اوكي 9 يعني انت من المشقلبين. طيب يا جماعة في رقم 9 هنا. طيب لازم نبحث عن الرقم السري. لا تكسر النافذة يرحم امك. دقيقة هنا في ارقام 1 2 3 4. اوكي 1 2 3 4. لا ما انفتحت. يقطع ام الهالة. طيب دقيقة. اوكي فتحنا الخزان. تيني تون. هذا اسمه تيني تون. اي هير يو. اوكي في مطرقة هنا. اوكي. لازم نفتح الباب هذا ونخرج من هنا. اوكي ناقص لنا المفتاح بس. اوكي. واحد قاعد يتحدث معانا هنا. ايش فيه؟ شيت. There's monsters in this house. They're going to try to grab you and experiment on you. The one in charge is طيب 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 طيب. I'm going to try to tell you how to get out. في خزانة هنا. اوه مين هذا؟ في رسمة هنا. ويلي ويتنج. يعني ويلي قاعد ينتظرنا. يا ساتر مين هذا ويلي؟ طيب اوكي الرقم السري يا جماعة 351 351. بس ناقص رقم هنا 351. ناقص رقم يا جماعة ناقص رقم هنا. لا تقولوا لي الرقم اللي في وجهه. الرقم 9 اللي في وش. ثلاثة خمسة واحد 9. اوكي فتحت يا جماعة الخير. لازم تشغل مخك. اوكي اعطيني مفتاح. جي طيب خلينا نفتح الباب. اوكي فتحنا الباب. جي اعطيني هذا يا شيخ. هذا قاعد يهدم علينا. اوكي اعطيني المطرقة. جي ما في اشياء هنا ناخذها. ما ادري. اعطيني المطرقة. يلا 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 يفجع ابليسه. يعني هو قاعد ايش فيه؟ اوه هو عند الباب هنا دخل علينا. اوكي في منظار هنا. طيب اعطيني اياه. تيلي ويلي. هذا هو تيلي ويلي. دخلنا غرفة تيلي ويلي. طيب في هنا لعبة بس في كلمة سر هنا. اوكي اوكي مين قاعد يضحك علينا؟ طيب الكود يا جماعة الخير هو دقيقة. الاخضر هو الاول. الاصفر طيب اخضر اصفر ازرق احمر.
اوكي فكينا الكود يا جماعة. اوكي وجدت شريط يا جماعة هنا، خلينا نشغل الشريط هذا. يلا خلونا نشغل هذا الشريط. ايش في هنا؟ لا او ماي جاد، يعني هو كان انسان يا جماعة الخير وتحول الى وحش. نفس الفكرة يا جماعة الخير حق بام بام. اعطاه حقنة اصبح وحش. اوكي طيب الان فهمت يا جماعة الخير القصة هذه. اوكي يعني الجميع اللي كان في البيت هذا تحول، الجميع تحولوا يا جماعة الخير. طيب دقيقة خلينا نطلع من المكان هذا. هذا الباب يشتغل؟ اها دخلنا الى الزحليقة. وين احنا رايحين؟ يوه يعني في ممرات كثيرة هنا. رحنا لطابق اخر. يا ساتر الان اتوقع اننا راح نواجه ويلي، يعني تواجهنا مع الثلاث وحوش باقي ويلي بس. اوكي في ثلاث ابواب هنا، ثلاث ابواب ما عندنا مفاتيح. بس دقيقة وجدنا شيء يعني نقدر. اها خلينا نحطه. مين قاعد يصدر الصوت هذا؟ اولا اولا هو هنا. اوكي مثل ما قلت لكم يا جماعة الخير اعطيني المندار يا شيخ. اوه في باركور هنا يا جماعة الخير. طيب اها اوكي ما في واحد جاي ورانا؟ لا الحمد لله. يلا اوكي طيب انا ملك الباركور يا شيخ، انا ملك. يا شيخ انا شايفك، انا شايفك من الاول. طيب خلينا نفك من هذا الاحمق هذا. طيب دقيقة هذه المرحلة صعبة، اصعب من المراحل اللي كانت قبل. ايش في؟ شت لا 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 يلحق. يا ساتر يلا جي هو وراي. انا داري انك وراي. ما راح تكفت. اوه يلا اوكي سقط. جي. طيب ايش بعدين؟ ها اوكي وجدنا الشريط. وجد يعني راح نعود من المكان ذاك. يا ساتر لا يطلع لي مرة ثانية. يا ساتر الحمد لله انه ما طلع، الحمد لله. يلا اوكي القفزة التالية الحمد لله. اوكي نشغل الشريط ونشوف ايش فيه. ها ثلاث ابواب. طيب هذه شخصيتنا اللي نلعب بها. اوكي نروح عند الباب اللي فيه علامة استفهام. اها نعطيه الاشارة ديك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا افتح لنا الباب. اها السلام عليكم. يا ساتر ليش الممر هنا كله ظلمة؟ طيب دقيقة نشعل هذا الرمز هذا. ايش فيه؟ To be continued. لا اللعبة انتهت ولا ايش؟ دقيقة في باب اخر يا جماعة الخير. اوكي يا جماعة في ثلاث ابواب، هذا الباب فتحناه وهذا الباب. طيب ما راح نروح من هنا يا شيخ، اوكي هذا الباب اوكي فتح. يعني فجعة امها فجعة. ما في حل، خلينا نطلع من اللعبة هذه يا شيخ. يعني حتى لو طلعت من اللعبة هذه يعني في فجعة.
طيب يا جماعة أخي، كانت اللعبة جميلة واتمنى أنكم استمتعتم معي في هذه اللعبة، وبس هذه كانت لعبتنا اليوم يا جماعة الخير. لا تنسونا من دعوكم الأسطوري، نشوفكم في المقطع الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.